لاعب من هذا الجيل ترى فيه نفسك بمعنى خليفتك بالملعب. كابتن صالح. عم يقول بعد يقول ما يقول لا يا يعني فوق لاعبين صار ما بين والله استد لك مواقع من وراك لسه على مواقعك انا والله اللي مدافع عليك ما بين حل لا فعلا لاعب ترى فيه مواصفاتك الباصل بالعمق الاداء الكاريزما العمق ماكو باص ماكو باص سعيد ماكو بالعمق باص كله بالعرض كله بالعرض موجود هذا شوف خليه يختار هسه جيك خليه خليه يجاوب خليه يدخل مو انت تقول مو يحكي عليك شكرا غبي هو ما قاعد يحكي عليك هو علي علي يسال وجاسم يجاوب لازم تختار انه الشخص يكون قريب على غير التطور سؤال اللاعبين ببالك لاعب من قائمه المنتخب الوطني لو راح تختار من خارج القائمه وانت براحتك لك لاعب المنتخب الوطني بالمنتخب مساء عليك منو؟ كل لاعب تبغى علي اقول لا اللي اسمه ما ادري يوسف يوسف فوزي؟ لا يوسف يوسف الامين يوسف الامين بس يوسف الامين جناح جناح أي. بس هو اللاعب بس يميل يميل لا انا شفته لا شفت لاخر مباراه شفت لاخر مباراه باندونيسيا ملعبنا بالبصره لعب وسجل اخر سجل هدف كان بالبوكس ورغم هو يلعب على اليمين وكان بالبوكس وكان لاعب اللي عرضها علي جاسم اللي عرضها علي جاسم كان لاعب دخل منطقه الوسط كان لاعب لعب دقائق قليله بس شوف اللاعب المميز تاك عنده عنده لمسات اي كلها عنده لمسات فانا شفته حقيقه شفت في المستقبل حسيت انه لاعب يعني ان شاء الله يكون افضل مني ان شاء الله ان شاء الله يعني ترى به لاعب بمواصفات لاعب كره القدم المثالي نعم زين خلي انتقل بالسؤال لعلي مجبل ومن ثم لا خلا قبل اختار لي واحد قبل لا تفكر ما افكر